المطلوبه ورحنا للسبت المحافظ بتاع بورسعيد. ساعتك يا فندم وساهم معانا ان هو دفع علينا نص الفلوس واحنا ندفع نص الفلوس عشان يدخل لنا الكهرباء بقى لنا 13 سنه. وبعد ما كلمت محافظ بورسعيد اللي تم حضرتك قال هنعمل المؤسسه جات لنا الكهرباء وعملت لنا المؤسسه ب 760 765 الف جنيه. المحافظ قال انا هدفع نصها. انا محافظ المحافظ بورسعيد سماح ولا لا؟ سماح حضرتك سماح. ورئيس مجلس مدينه بور فؤاد رحنا له قال المحافظ حضرتك بعت الفلوس للكهرباء واحنا بنلم دلوقتي على القطعه 4000 جنيه. وانا هكلم سماح عنديل النهارده اشوف عمل ايه. ايوه النبي الله يخليك سعادتك وما تزعلش مني حضرتك معلش زعلان. ما كل واحد يتكلم بيزعق. لا 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 ده اللي بيسمع ما بسمعش حد. لا 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 بسمع اللي بيتكلم بادب. المفروض حضرتك ان احنا عشان نحل. ايوه اكيد انا اكيد والنبي ما تنسى النهارده والله هكلم سماح النهارده 13 سنه يا باشا 13 سنه. حاضر. قريه 4 سهل الطين. هتقول له قريه 4 سهل الطين هيحكي لك على القصه كلها. ربنا يكرمك.